مشاهدينا تنضم معي عبر الهواء مباشرة السيدة لينا قنوع محللة أسواق مالية في مجموعة إكويتي من دبي. مرحبا بك سيدة قنوع، وأتحدث معك وأسألك عن هبوط مخزونات النفط. يعني مع هبوط مخزونات النفط وتعثر أوبك بلس في تعزيز الإنتاج، هل سنشاهد طفرة في سعر البرميل؟ نعم، أهلا بك. بالنسبة لأسعار النفط لازمنا نخوض بما تصل إلى مستويات 100 و120 دولار، وذلك لعدة أسباب. رغم انخفاضها عم نشوف انخفضت أسعار النفط، وكيف شفنا بعض المحادثات التي تمت بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حول الاتفاق النووي، ضغط قليلا على أسعار النفط. ورغم تراجع المخزونات الولايات المتحدة الأمريكية، نحن نتحدث عن تراجعات 8.4 مليون برميل يوميا، يعني تراجع المخزون تقريبا ب 401 مليون عند متوسط ال5 سنوات بنسبة تقريبا 11%. لكن الاحتمالات يعني واردة بارتفاع أسعار النفط، لأن ما زالت يعني المخاوف الجيوسياسية بين أوكرانيا وروسيا، رغم يعني بعض الاستقرار أو انخفاض المخاوف الجيوسياسية بين أوكرانيا وروسيا، لكن كل ما زادت المخاوف الجيوسياسية بين أوكرانيا وروسيا، هذا بيخلي انه في هناك رفع لاسعار النفط. لا ننسى انه امدادات الغاز لاوروبا هي من اوكرانيا وروسيا، ونحن نعلم انه انتاج روسيا من النفط هي ثالث دوله منتجه للنفط. نتحدث عن 10.8 متوقع انه هذه السنه الى 11.5 مليون برميل، الانتاج الاوكراني 55 مليون برميل يوميا، بالتالي لو 55 الف برميل يوميا لو اشتدت او شنت حرب روسيا على اوكرانيا، فهذا ربما يصبح في نقص لامداد الغاز والتوجه الى النفط. شهدنا هذا في عام 2021، كيف انه نتيجه نقص امدادات الغاز توجه إلى النفط، شفنا كيف كانت ارتفاع لأسعار النفط، لأن بيعتبروا أن النفط كبديل للتدفئة في أوروبا. لكن بالنسبة لأوبك بلس، نحن عم نشوف أنه هي زادت الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا. لا نقول نحن أنه الزيادة بالنسبة للتخفيض التاريخي القامت به خلال جائحة كورونا 2020، نحن نتحدث عن 10 مليون برميل يوميا، يعني هذا اسمه تقليص للقيود إذا ما قارناها بعام 2019. بالفعل هي ما عم ترفع الإنتاج، وإنما هي عم تحاول تعيد يعني إنتاجها المعتاد عليه. فبالتالي إذا استمرت المخاوف الجيوسياسية بين أوكرانيا وروسيا وما هديت، فهذا متوقع أنه تستمر الارتفاعات، لأن في طلب ومتوقع أنه يعود الطلب إلى ما قبل مستويات جائحة كورونا من عام 2019 لنصل 100 مليون برميل يوميا. بالتالي نحن عم نشوف رغم عم نشوف في إصابات متحور أوميكرون، لكن لا في إغلاقات اقتصادية، وبالتالي هذا بيخلي أنه في تعافي اقتصادي وما في اغلاقات اقتصاديه وانفتاح اقتصادي، فهذا بيدعم اسعار النفط نحو الارتفاع، وربما نصل الى مستويات ال 100 دولار المتوقعات من بنك اوف امريكا، انه يكون في يصل اسعار النفط تقريبا الى 120 دولار وربما اكثر من ذلك. رغم هي توقعات وكاله الطاقه الدوليه تتوقع انه تكون اسعار النفط تقريبا عند 79 دولار، لكن لا اعتقد ذلك في ظل العوامل الاساسيه اللي عم نشوفها الراهنه او الحاليه في الوقت الراهن، كلها عم تخلي ظروف داعمه لارتفاع اسعار النفط اكثر من ذلك. لا استبعد انه يكون في بعض الانخفاضات في هالفترة، لكن بعد ذلك ربما ارتفاعات، ربما نصل إلى تلك المستويات، وخاصة إحنا إذا بقينا فوق مستويات مهمة وهي مستويات المقاومة 92 دولار بالنسبة لبرنت. ماذا ستفعل الدول يعني المستهلكة؟ ما هي الخطوات المتوقعة والتي يعني من الممكن أن تلجأ لها الدول المستهلكة لمواجهة هذه الارتفاعات والارتفاعات التي تحدثت عنها؟
نعم بالفعل، يعني إذا استمرت أسعار النفط بهذا الارتفاع فهذا سيثير قلق الدول المستهلكة، وخاصة أن بعض الدول المستهلكة فشلت في السحب من احتياطياتها الاستراتيجية أو مخزونها الاستراتيجي، لكن ربما سوف تبدأ بالمحادثات، وهذا ما عم نشهده بالفعل ببدء المحادثات يعني بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حول الاتفاق النووي. نحن إذا يعني هذا يعني زيادة التدفقات من قبل إيران، يعني ضخ النفط إلى العالم، يعني المتوقع أنه 1.5 مليون برميل في حال عودة الصادرات الإيرانية. حوالي 8 جلسات يعني تمت المحادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي هذا بيأثر أنه في عودة للصادرات الإيرانية. إذا تحدثنا عن الارتفاع المخزون تبع المخزون الإيراني، تقريبا نحن نتحدث لسه 70 ل 80 مليون برميل يوميا، لو تمت الإضافة نحن عم نحكي 2.5 ل 3.3 مليون برميل يوميا. 2.5 هو الاستهلاك إيران في الداخل، بيبقى 1.5 مليون برميل يوميا هو يتجه إلى العالم. بالتالي مع بدء هذه المحادثات وعم يحاولوا انه يخلوا انه عوده النفط لمسارها الطبيعي، لكن نحن عم نشوف كمان ايضا عم نحكي هلا قبل شوي عن المخاوف الجيوسياسيه بين اوكرانيا وروسيا، عم تخلي انه اسعار النفط عم ترتفع وانه انتاج روسيا عم بيرتفع، نتحدث من 10.8 مليون الى 11.5 مليون برميل يوميا. فبالتالي اعتقد انه الحل الوحيد امام الدول المستهلكه انه ممكن تطلب من اوبك انه يرفعوا الانتاج للحد من ارتفاع الاسعار النفط اللي ممكن ما يكون لصالح الدول المستهلكه. حتى لو عادت الصادرات الايرانيه، هو التاثير ليس بالتاثير القوي، راح يكون تاثيره محدود على اسعار النفط، يعني ربما نشهد بعض الضغط لكن بشكل مؤقت وليس، لكن على المدى الطويل رح ترجع العوامل الأساسية اللي بتحدد العرض والطلب بالنسبة لأسعار النفط. لكن على الدول المستهلكة ربما تطالب ببدء المحادثات بشأن رفع الإنتاج. طيب، الأسواق في ترقب لبيانات التضخم الأمريكية، كيف ستؤثر على الدولار؟ طبعا الأسواق اليوم شغلها شاغل وهي ترقب بيانات التضخم الأمريكية المتوقع أن ترتفع. نحن نتحدث من 7% إلى 7.3%، هذه الارتفاعات ربما تعتبر قياسية جدا، نتحدث عن الارتفاع ربما لم يحصل منذ 40 عاما، يعني نتحدث تقريبا منذ عام 1982. طبعا لو جاءت البيانات التضخم إيجابية وضمن التوقعات فهذا سيكون له تأثير ملموس على مؤشر الدولار الأمريكي، ورح يدعم الدولار الأمريكي نحو الارتفاع، وخاصة رح نشوف أنه هناك تسارع في تجديد السياسة النقدية. هو سعرت الأسواق أنه يكون في رفع لأسعار الفائدة رح يكون في مارس، لكن التسعير هل هو ب 25 نقطة أساس أو ب 50 نقطة أساس؟ 79% 25 نقطة أساس بحسب CME، لكن 21% هو أن يكون رفع أسعار الفائدة أو 21% يكون رفع أسعار الفائدة فقط ب 50 نقطة أساس. فإذا كانت فعلا بيانات التضخم إيجابية، هذا يعني سيدعم الدولار الأمريكي، ونحن عم نشوف ممكن يكون في رفع الأسعار الفائدة ربما من 3 لـ4 مرات، نحن نتحدث 4 مرات رغم أعضاء الفدرالي الأمريكي عم تتوقعوا أنه يكون رفع 4 مرات، والأسواق عم تتوقع أكثر من ذلك يعني 7 مرات، لكن هناك تصريحات من أعضاء من الفدرالي الأمريكي عم يعطوا شوي ليونة في الأسواق أنه بيتوقعوا رفع أسعار الفائدة تقريبا 4 مرات، لكن مع مراقبة البيانات الاقتصادية في كل مرة وبيانات التضخم حتى يتم الرفع خلال عام 2022. لو كانت البيانات التضخم اليوم أقل من التوقعات، هذا بده يخلي شوي ضغط على مؤشر الدولار الأمريكي، وشفنا كيف انخفض الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي. اليوم يعني عم نشوفه الأسبوع عم بيحاول الاستقرار مع توقف عوائد طبعا السندات الخزانة الأمريكية عن ارتفاع، ارتفعت ووصلت هي الأعلى منذ عام 2016، بالتالي سيكون لها بالفعل بيانات التضخم لها تأثير ملموس على مؤشر الدولار الأمريكي وعلى اتجاه الفدرالي.
الأمريكي نحو سياسته النقدية من ناحية التجديد. ماذا عن الجنيه الاسترليني؟ أين سيتجه في الفترة القادمة؟ طبعا بالنسبة للجنيه الاسترليني بعد رفع بنك انجلترا المركزي اسعار الفائدة، نحن نتحدث من 25 نقطة اساس وبرفعين متتاليين، والرفعة الثانية ب 25 نقطة اساس لم تحصل منذ عام 2004. هذا اول رفع منذ عام 2004 من قبل بنك انجلترا المركزي الذي قام بتجديد سياسته النقديه نتيجه ارتفاع التضخم اللي وصل الى مستويات ايضا قياسيه في انجلترا. نتحدث عن 5.14% للحد من ارتفاع التضخم. كانت خطوه بنك انجلترا المركزي نحو تجديد السياسه النقديه. طبعا عم يتداول الان الجنيه الاسترليني مقابل الدولار، نتحدث عن 1.35، ممكن نوصل لواحد وسبعة وثلاثين. كل الأسباب إنه الجنيه رح يرتفع بسبب إنه تجديد السياسة النقدية، وما زال بنك انجلترا المركزي رح يستمر بتجديد السياسة النقدية ومستمر بهذه السياسة، فهذا بيدعم اتجاه الجنيه الاسترليني. لكن عم نترقب الآن بيانات التضخم الأمريكية، لو جاءت فوق التوقعات بده يكون شوي نشوف بعض الضغط على الجنيه الاسترليني، لكن الجنيه الاسترليني رح يكون مقابل عملات أخرى مثل الفرنك السويسري، مثل اليورو، مثل الجنيه الين الياباني، رح يكون مرتفع أمام تلك العملات، وذلك بسبب تفاوت قرارات البنوك المركزية بين دولة وأخرى. يعني بالنسبة لبنك إنجلترا المركزي يتجه إلى تجديد السياسة النقدية على عكس سياسة البنك الياباني المركزي أو بنك سويسرا المركزي وغيره من البنوك الأخرى، فهو الفوارق بين البنوك المركزية الأخرى عم يصب لصالح الجنيه الاسترليني أمام العملات الأخرى. لكن سوف نشهد اليوم أو نراقب بيانات التضخم حتى نرى كيف سيكون أداء الجنيه الاسترليني في الفترة القادمة، وربما لو جاءت بيانات كما هي متوقعة سوف نرى بعض الضغط على الجنيه الاسترليني. طيب، تحدثنا عن تأثير التضخم، بيانات التضخم الأمريكية وتأثيرها على الدولار. أريد أن أتحدث معك حول التحليل لتأثير بيانات التضخم الأمريكية على الأسواق بشكل عام. نعم، إذا تحدثنا عن مثلا عن العملات قليلا بالنسبة لليورو، بيانات التضخم الأمريكي رح نشوف مثلا عملة اليورو في اتجاه هابط، يكون على اليورو بعض الضغط، وخاصة بعد ما ارتفع اليورو خلال الأسبوع الماضي مع توقعات إنه البنك الأوروبي إنه يقوم برفع أسعار الفائدة، توقعات إنه يرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، وهذا بخلى إنه نشوف اليورو على ارتفاع. لكن مع توقعات البيانات التضخم تجي مرتفعة رح نشوف الضغط الهابط على اليورو، وما زال رح نشوف الضغط على اليورو، لأن اليورو ما في أي رفع أسعار الفائدة لو تمت قبل نهاية العام، فبالتالي رح يكون في تجديد للسياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفدرالي في بداية مارس، وبالتالي سنشهد بعض الضغط على اليورو. فاختلاف الفوارق بين البنوك المركزية هي كمان عم تلعب دور أساسي في توجهات العملات. أما إذا نظرنا إلى الأسواق المالية، مؤشرات الأسهم الأمريكية بالتالي بالفعل بيانات التضخم إذا جاءت فوق التوقعات فهذا رح يكون إيجابي، خاصة على مؤشرات الأسهم التركية، روسيا رح يكون في ارتفاعات لمؤشر الناسداك المتوقع. مؤشرات الأسهم الأمريكية رح نشوفها تتفاعل إيجابا مع ارتفاعات التضخم، لكن بعد تجديد السياسة النقدية طبعا شفنا كيف إنه ما بتتفاعل مؤشرات الأسهم الأمريكية مع رفع أسعار الفائدة، وبيبقى إنه القطاع البنكي هو القطاع المستفيد رح يكون من تجديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة. حاليا بيانات التضخم رح تكون بالفعل داعمة لمؤشرات الأسهم الأمريكية. نتائج أرباح الشركات هل سيدعم الأسواق خلال الفترة المقبلة؟
نعم، بالفعل نتائج الشركات راح يكون عم يكون لها تأثير، وخاصة إنه كانت متباينة نتائج الشركات، لكن عم نشوف الأسواق الآن عم تركز على وتيرة التعافي الاقتصادي، يعني رغم التباطؤ، فهذا التركيز هذا سبب عم نشوف عودة لمؤشرات الأسهم الأمريكية عم نشوفها عم ترتفع. كم يعني ارتفاع متوقع من قبل الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لهذا العام؟ كم مرة؟ المتوقع أنه يكون 4 مرات رفع أسعار الفائدة هذا العام، وسوف نرى من بيانات التضخم كيف راح يكون بداية الرفع في مارس، لأني عم نحكي كما ذكرنا ممكن ب 25 نقطة أساس، 50 نقطة أساس، وهناك شبه تأكيدات أنه أيضا يكون الرفع أيضا في مايو أيار. فالتوقعات متوسط التوقعات الآن نحن عم نحكي عن 4 مرات يكون في رفع أسعار الفائدة. طيب، هذا ما يتعلق يعني الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، ماذا عن البنك المركزي الأوروبي فيما يخص رفع الفائدة؟ نعم، بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي ما عم نشوف إنه في آخر اجتماع له كان هناك تصريحات إنه لا داعي من كريستين لاغارد، لا داعي لاسترجاع رفع أسعار الفائدة، من المبكر رفع أسعار الفائدة. نحن بنعرف إنه التضخم في أوروبا عم بيبلغ 5.4%، هي وصلت لمستويات جدا أيضا قياسية منذ بداية الاتحاد الأوروبي، يعني منذ اعتبار اليورو كعملة موحدة، فهذه المستويات القياسية اللي وصلت للمرتفعة جدا، كريستين لاغارد لا داعي انه يرتفع، لاني عم بتشوف انه ربما التضخم ينخفض في خلال نهاية العام، لكن هناك يعني ربما يعني يكون، وشفنا كيف انه اليورو تفاعل من بعض الاحاديث اللي كانت عم نحكي تصريحات انه يكون في رفع لاسعار الفائده في نهايه العام، يكون اول رفع لاسعار الفائده، اي رفع لاسعار الفائده في منطقه اليورو سوف يحد من ارتفاع التضخم، لان احنا عم نحكي التضخم 5.4%، التضخم في الولايات المتحده الامريكيه عم نتحدث عن 7.3%، أو الآن 7% قبل أن تظهر البيانات، فبالتالي في تفاوت في التضخم، يعني التضخم أكبر بكثير وأعلى بكثير من منطقة اليورو. فأي رفع لأسعار الفائدة لو ب 15 نقطة أساس أو ب 25 نقطة أساس، ربما يعني من السهل الوصول إلى مستويات البنك المركزي الأوروبي، المستويات المستهدفة للبنك المركزي الأوروبي وهي 2%. فيعني ربما يكون هناك رفع أسعار فائدة، لكن ننتظر المزيد من البيانات الاقتصادية حتى يتم رفع الفائدة، ولو استمر طبعا التضخم بالارتفاع فهذا راح يضطر انه بنك المركزي الأوروبي انه يقوم برفع أسعار الفائدة، وخاصة انه عم نشوف نحن أسعار النفط عم ترتفع، وهذا بيخلي انه يعني بيخلي انه يرتفع التضخم، أسعار النفط وأسعار الطاقة هي السبب أيضا أحد الأسباب في ارتفاع التضخم. طيب، ماذا عن تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية؟ هل يعتبر عامل يساعد بتحسن المعنويات في الأسواق العالمية؟ هذا من جانب، هل هناك عوامل أخرى يعني تساعد في تحسن المعنويات من جانب آخر؟ نعم، يعني هناك عوامل كثيرة تساعد في تحسين معنويات الأسواق، ولكن تحدثت عن عوائد سندات الخزانة الأمريكية، تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية هو بالتالي عامل إيجابي على الأسواق، ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بيأثر وبيضغط على أسواق الأسهم الأمريكية، نحن شفنا كيف وصلت ل 1.97، هي الأعلى منذ عام 2013 قبل شوي ان تتراجع عوائد 10 سنوات او تستقر عند المستويات 1.93. تراجع عوائد سندات الخزانه الامريكيه بيدعم مؤشرات اسواق الاسهم الامريكيه، طبعا اي بيانات ايجابيه طبعا تدل على النمو الاقتصادي، طبعا هذا كمان بيدعم اسواق الاسهم الامريكيه، وايضا نحن نشوف ترقب لنتائج الشركات، واي نتائج الشركات بتكون ايجابيه ايضا لها دعم
لمؤشرات الأسواق الأسهم الأمريكية، نتائج الشركات، بيانات التضخم، وأيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية، النمو الاقتصادي، هذا له دور أساسي في تحركات أسواق الأسهم الأمريكية. طيب سيدة لينا، ماذا عن الذهب؟ كيف تقرأين الذهب وأسواق الذهب وحتى المعادن النفيسة الأخرى؟ نعم، بالنسبة لأسعار الذهب نحن وصلنا تقريبا لمستويات 1835 دولار بالنسبة للذهب، لكن الذهب عم يستفيد من شغلة انه متوقع أن يكون في ارتفاعات في التضخم، لأن الذهب نعتبره أداة تحوط من ارتفاع التضخم، المخاوف الجيوسياسية بين أوكرانيا وروسيا، فكل ما اشتدت هذه المخاوف بتكون بتصب لصالح أسعار الذهب. عم نشوف يمكن نشوف ارتفاعات أكثر لأسعار الذهب، ممكن نشوف مستويات 1850-1860، لكن طبعا لا ننسى انه تجديد السياسه النقديه من قبل الفدرالي الامريكي هو اللي راح يوقف ربما ارتفاع اسعار الذهب، فاي تجديد للسياسه النقديه لن يصب بصالح اسعار الذهب وبيكون هو في تراجع. طبعا اللي عم نشوفه كمان اي انخفاض في الدولار الامريكي، مؤشر الدولار الامريكي، هو عم بتخلي حتى لو بشكل طفيف هو بيدعم اسعار الذهب، لان هناك علاقه عكسيه بتربط الذهب والدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية. في الوقت الحالي ربما نشوف اتجاهات 1850 وربما 1860 بالنسبة لأسعار الذهب، وخاصة اليوم مع بيانات التضخم اللي جاءت فوق التوقعات، جاءت أو جاءت البيانات إيجابية، هذا رح يدعم أسعار الذهب، لكن بعد ذلك أي تجديد للسياسة النقدية رح يكون ضغط على أسعار الذهب ويوقف ارتفاعات أسعار الذهب. أشكرك جزيل الشكر السيدة لينا قنوع، محللة أسواق مالية في مجموعة إيكويتي من دبي، على كل هذه المعلومات والتفاصيل. ضيفة عزيزة، شكرا لك.